سلام حبوبات، نتمنى راكم كامل ملاح. بون، اليوم جيتكم بفيديو جديد باش نحكي لكم على لي برودوي كوزميتيك اللي شريتهم وما ولمونيش وما ساعدونيش ومحامزين نعاود نشريهم باذن الله. فوالا، نبدا لكم بالشعر. الشعر وراحو نكملو. اول حاجه راح نبغي نهضر عليها هي كريم فينوس، هذه تاع كريمه الشعر، ماسك الشعر ماشي كريم، هي ماسك كابيير تاع فينوس بزيت الارغان. هذه ادي 10000، هذه ما ظنتنيش انا بكل صراحه، كي نحطها يولي شعري يابس يابس، راه ماشي يا زعما يابس، لا لا يابس. يابس قراب درجه كبيره بزاف. هذاك شريتها العام اللي فات، شي زوج وحده مديتها مع غسلت بها وجربتها ما عجبتنيش، مديت الجديده وخليت هذه، شغل خلطتها في دي شغل اسواها، كان نخدم فيها زيوت ولا دعام، ومهم خلطات شغل نحط فيها مغرفه ولا زوج من هادو باه يعطيني برك هذيك الكثافه هذيك، باه شغل نكون كريمه للشعر. هذا ما كان مي بنحطها انا هكا وعم ندوش شغل ماسك ونغسل ونشيل اللون دي خارجه، نو شعري يولي يابس بزاف. هذه بون، نحكي لكم على هذه ثاني كريم دو شوفو، هذه زعما كريم كوافونت تاع اليبي، 10000 بزيت وشي هذا بزيت كوسمو جوز الهند وزبده الشيا، هذه ثاني 10000 وهذه ثاني لا علاقه. شو ممكن نحطها نحصحي ما هي ماشي ما بصح شغل شعري تشمخ صح، يعني هي زعما نبليش انا بالك انا اللي غلطه في الاستعمال ولا مي راهي كارثه، اسمحوا لي ما بلمسنيش خلاص نهائيا، ثاني محاز نعاود نشريها. بون، هذا واش يخص الشعر، شغل نزارب منها، انا ديجا صورت الفيديو الاول وجاني طول بزاف وحابه نختصر. هذه هي بون، نبداو لي سوان. اول حاجه نحكي عليها هذه من هنا هدرت لكم عليها من قبل، فازلين كريمة الايدي وزعما وسط الاظافر ما بشواش، هذه خرطه في خرطه بالنسبه ليا، انا كي نحطها تفوت تشربها لا بوتاين ولي شغل مانيش حاطه لا علاقه، بكل صراحه ما نعاودش نشريها. هذه شي 23 فوالا، ماشي ثاني نهضر لكم على هذا، هذه شريتها البارح. شريتها البارح وحق، وهذه كريم لوسيون دو كور، شغل ترطيب الجسم زعما حاجه حاله، شريت هذه ب 35000 وكيجي زعما دوشت وفرحانه باه نديرها جديده، اي مالك درتها وليت نتلاصق نتلبط طب 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 طب، انا نمس بيديكم لحم هيك تتلاصق شغل لصقه، راح تصبر وخلاص نحاول نشريها هادي. ونحكي لكم تاني على هادي نيفيا، هادي كريم ما باش كنسميها لكم هادي، مي راهي كريم نيتوايونت بالنسبه ليا، هادي لوفيزاج بزيت اللوز، هادي كريم كيما اسمها بعد كريم، يعني ما هي متوقعيش منها ان شغل انا نفسي نحب حاجه شغل هكا شغل نحب الرغوه، هادي ما فيهاش الرغوه، شغل كريم تحطيها في وجهك وخلاص وتغسلي وتشلي بالماء، ما عجبتنيش هي اللي فتحه شويه ما عليهاش، شغل تحسي بهذيك شويه النضاره ان شويه تفرح داويه شويه هكا، مي مش حاجه ما نو. وهذه كريم دو فيزاج، هذه كريمه مرطبه من بافاريا، هذه زعما اوليف اوليف زيت الزيتون، هذه ضد التجاعيد، هذه ثاني فلوب شريتها ب 60000، كملتها مش ما كملتهاش، مي انا ما عجبتنيش، انا شي اسمها قبل كريم نورمال كريم ايدغاتونت مليحه عاديه ماهيش ترطب واو، مي مليحه هكا في زمان صيف استعملتها في زمان صيف، ماشي هذا اللي لاصق في يدي يا خرجت هي، وانا نقول شويه هذا هاي خرجت مازالت مع طويل، هي صح اونتي غيد وجايه ماشي كريم كريم، جاي شغل ستيل جال، كي نحطها في وجهي شغل شغل ترغولني شغل تولي رغوه، ماشي رغوه مي شغل تصوبني هكا، شغل تزيد شغل ما باش تلون حزي هكا وتفوت شغل تقلق، ديجا ما تجي تدخل في لابو لابسيف وزيد كي تدخل تنشف تنشف ليه ليه وتشبح وجهك هكا تولي مشبوح، هي صح اونتي غيد مي ماشي ا سو بوان، ماما تنحي لي غيد افيك ايدغاتاسيون ماشي تشبحي الوجه وتقولي اونتي غيد،
شغل وجهك يتشبح، شغل واحد جاب دوم ما عجبتنيش وكملتها وتهنيت منها وشريت واحدة جديدة وني من بعد نجربها ونحكي لكم عليها بربي ان شاء الله. فوالا وشنو نوصل شمال هي كيف صابون خلطت الدعوة شوية. مهم هذا صابون حليب الناقه من بدويه يا اختي. وهذا بالنسبه لي فلوب ما عجبنيش بكل صراحه، ما حبش يخلص قطريف هكا ما عجبنيش نو شي ب 45000 صح حليب هضروا عليه بزاف، كاين بزاف اللي عجبهم والمهم انا ما والمنيش ما عجبنيش لابو تاعي نشفت تنشف خرجوا لي شغل كي نغسل به كنحس ب خرج لي شغل هكا نقاطع حمر في وجهي نو عجبني الاخر تاع الحليب والتمر هذاك الطوب هذاك هايل ننصحكم به ثاني بمام بخي 45000 تاع بدويه هذاك الطوب غسلت به مرتين شريته وخلص لي تعاود شريته زاد عاود خلص لي وقلت خليني نبدل مي هذاك صح فور هذا نو غير ايفيتي نحكي لكم على هذا القماش هذا اللي ما عنده حتى معنى بالنسبه لي انا هذا شي 20000 هذا شغل حكمنا مول الطابله هذاك اللي كان حاط من السلام حكمنا انا وصاحبتي في الصيف حتى لقيناها حطه لنا في يدنا اي زعما بتشوفي القدرات الخارقه لهذا القماش انه قماش زعما تحطي ايش وهذيك التارت زعما تحطي هكا وديري هكا تبداي تحكي تشوفي العجايب يخرجوا ما فهمتش العجايب هذوك واش هي هذا ما خرج غير بالك من دهنت بلاك بلاك خام ايه مهم يخرج شغل العرق ولا دود ولا كيف تسميتي ما له باليش. المهم بالنسبه لي هذيك انا عفت روحي الحمد لله كي مخرج ليش شغل حبيت الناس لكم برك شغل منها معلو شغل رايع وخممت اول حاجه على جال برونزاج تاع الشمس شغل كي تلبسي هنا خي شغل كحالو هنا ماكو تعرفوا يعني شغل تكحال هنا تبيض هنا وانا قلت بالك نعود ندير القماش دائما كل يوم لها هكا باه يبدا تنحالي مي والو ما عنده حتى معنى هذا شغل بالنسبه لي انا واش فهمت كي تحطي هو بعد يتفاعل ماشي يقشر لك منه ما لقيتش ديفيرونس انا قشرت ما لقيتش ديفيرونس في لابو تاعي ابار انه شغل هكا باش تولي ليس شويه هذا ما كان راح نقول لكم عجبنيش وخلاص واش حنقول لكم يدير 20000 زعما هو تاع الفيزاج ولي زون انتيم ولو كور زعما دير به كلش مي نو باي نحكي لكم ثاني على حاجه لو ماسك تاع ايفولي دام هذا الماسك الذي ليس له معنى بالنسبه لي ايضا شريته ومازال ما بي او بريميا ومازال ما بي شريته به بالقماش تاعو القماش تاعو رطب بزاف ما نحسوش يقومي لي صح وجهي من ناحيه الترطيب يعني تقدري تقولي من ناحيه الشيء اللي راهو يهضر لك زعما صح ترطيب بزبده الشيء هذا صح ترطيب ابوبري يعني بنسبه 0.1 مش حتى 1% ما عجبنيش ومازال ما بي وراهو بريمي قماش طيش صوب هذا مازال ما بليش عليه خليته ديكور فوالا 30000 صارت دراهم كل صراحه وحنزل نشريه خلصت الدنيا بزاف واش حنزل نقول لكم تخصصوا على تيسمان دخلوا مكياج نحكيوا على هذه هذه زعما برونزر ولا انا شيت الحق برونزر مشيتوش بلاش هو زعما نورمالمون بلاش بصح انا شغل شريته على اساس بلي برونزر فيه دو كولور هكا كلاغ شويه فونسي هو كي تشوفي بيغمونطاسيون ما شاء الله تاع نيكد هذا شيء ثاني ب 35000 بيغمونطاسيون الله يبارك نحكي واش شنو من الضربه الحكايه وين تبدا هي هنا يخفاف مي يبقى لا تراس تاعو نورمال تبقى هكا في وجهك يبقى شوف كيما تحطي في لابغوس في دي بلابغوس وتحطي في وجهك هكا كي تراسي يقعد هكاك شغل تباني مطلية تباني مضروبة تباني عندو حتى معنى حقيقي نستعملو منين داك شغل هكا نقطك مي
مش عفسها مش أصل ما دبينش لي حاجة خلاف رخيصة ونستعملها عادية لهن شي حاجة كيما هكا نبقى نحسب لها. مهم فلوب هذا تانيكد سينك ومكتوبة فيها رومانتيك بيرد ولا بيوتي ولا حاجة كيما هكا. مهم ده فلوب نحكيكم على هذه لاباليت تاع الهايلايتر وما بشواش ولا ادري هذه خدعه بالنسبه ليا تخدعت ماشي خدعني مول الحانوت شغل خدعوني مول اللي خدموا هذا العفسه هذه شغل واش يديروا يديروا الطبقه الفوقانيه واو توب شغل كي تديري سواتش هكا وتحطي على يدك يحصل تقولي هذه ب 75 في هذه حقه و 75 فو فيها 8 لي كولور وما باش انا هايلايترز وكلش ورخيصه وكواليتي طهيبه كان عدلت عليها على بالي كي شتا كنت مش هزا معايا دراهم قلت السيغي تخلص رحت نجري جري نروح الغدوه قلت لازمني الغدوه نروح نشريها كي جبتها استعملتها يا ناس شوفوا كيفاه الفارينه كي راح تبقى الاولى هذيك تبقى بنصح يا فارين فارين هاك في وجهك ستراسي وكي تحطيها في وجهك مدري شغل هكا ليس باينة باهية لا شغل تبني حب مش مديش باهية في وجهك فهمتوني ما عجبنيش بكل صراحة برك نحس باللي هادو طاحت لي شغل ولد خويا ما باش كيفاه جبدها طاحت. مهم ما باش على نحس باللي هذه وهذه مازلت عندهم شويه هذيك الكاليتي المليحه اللي كانت فوق هادو وراحت واش بالكيتمان السقفيه ايه شون جاني مازلت فيهم الكاليتي هذيك ما بقتش ما وصلتش لهاد الدرجه هذه شون عليهاش هذه بزاف استعملتهاش ملي مهم ما ايفيتيوها كان بزاف لي ما خير عليها وبخير خير عليها هذه هي وشي ثاني هو هذا وانتي ساغ نتاع هدى بيوتي كي نهضرها كانت تفكر بنت خالي سمعنا وحده زعما تمشي وتعيط تقول هدى بيوتي عندك هدى بيوتي مهم هذا لونتي ساغ شي 20000 ماشي وانتي ساغ هذا شغل برك شغل حاجه تشريها وخلاص ماشي شغل يعطيك برك الكليراج اضاءه شغل ماشي اضاءه شغل يعطيك هذيك الحيويه شغل ترطيب حيويه هكا البلاصه هذيك اللي حطيتيها ما في بان لكم ولا ما تفهموني برك دي مش حاجه شغل ما عنده حتى معنى ما تسنى منه حتى كوفرنس و فلوب ما كملته اكيد انا نكمل كملها تخلص الا كان كرهها يعني تمام استني حنعطيكم نعطيكم على الماسكارا هذه كان بزاف اللي عجبوهم انا كانوا عجبوني لا ما كذبش على حبيت نهضر لكم على لي ماسكارا هذو اللي جيب لافورم هذه ولا دي هذه تاع 25 في 15 في قد ايه جلست تبيع هذه يعني شيء شغل نخلي سنه جال الشيء سنه برك هاد الشيء تاع باك نخليها فوالا هما على حطيتهم هادو في الفلوب ما كان انا كنت معجبين بهم انه رخاص وملاح نحكي قاعد نستعمل هادو شفاري راحوا اختفوا ولو يطيحوا لي بزاف و توخت فيهم انا كان شفاري غاتين ومنها نتحط كل يوم ماسكارا كي كنت قابل الجامعه وبزت وليت نخدم كل يوم ما كانش نهار نخرج بلا بهم بلا ماسكارا ما نش من النوع اللي كتر لعلي كوش نيكوش واحدة ونطلعهم وبس بها تجي حاجة شغل بها يعني ماشي يجي وطابعين كم مبين وبالبرودوي هذا يطوروا صاحبي خلصوا 35 فمش فعلي راحوا فيها احتتهم في الفلوب منها البرودوي تحما همش ملاح تخطوا هاد المقلدين هيك تعود اون مارك ليش تشينوية ليش تشينوية تكون اون مارك شغل عندها مارك باسمها ماشي مقلده نورمال هذيك مهم يكون لي برودوي تاعهم ملاح يحاولوا انهم يبنيوا رواحهم بصح هادو تتقليد تاع
في التقليد دونك تلقاو لي برودوي ماهمش ملاح، يعني هذه معلومه ديتها انا ما عنديش بزاف شغل الفتره الاخيره، هذه المعلومه ديتها فوالا شغل من هذه الماركه مونديال هذه تنايكت هذه كوبي مادامها كوبي واش تسمى واش تسمى من حاجه كوبي هادي هي شغل هادي نصيحه ماشي شرط حيت تشري حاجه اوريجينال ما قداه كاين بزاف حوايج اوريجينال ورخاص كيما ايسونس يعني عندي هادي ايسونس هادي لي قريب عام وانا بها ومازال ما نشفتش ودائما نحط وراهي هايله وباه نقول لكم حاجه شفتوا لي سيل كي قلت لكم بلي شفاري راه هو من نهار بديت نحط هادي بكل صراحه ما على باليش وليت نلاحظ بلي شفاري ما بقاوش ناقصين كيما كانوا كي نغسل وكي نحي وكلش نلاحظ بلي عندي شفاري ولاو لي شفاري كيما كانوا صح ما بقاوش كيما كانوا كانوا مي ولاو ما بقاوش فارغين هذه هي هذا ابسط مثال هذه ب 45000 ايسونس فوالا خلينا من هذا خلينا منها ويا ربي واش مازال مازال لابخدا لابخدا نيميرو 1 وهادي طلع التجربة كمهم عادي مهم هادي زعما تاع الكونتور ستيك هكا جي ستيك هكا وزعما ديري بيه كونتورين هذا تاني ما عندو حتى معنى يلصق ويتلاصق ويتلبط ومثلا ما يلونش وحالته خطاني منو تاع 35000 ايفيتي ليه تعيش راه حمال ليكم ما عندو حتى معنى مكي شريتو الصيف وقعد فوالا حبيت نهضر لكم برك على هادي من التخدات من حبيت نشري اول مرة فيكساتور قلت لازم هي المره هذه نمشي فيكساتور الحق شريتو زعما نهار خطبه تاعي قلت انا من هنا نحط ماكياجي وحدي واحد ما قيس لي وجهي هذه قاعده فوالا قلت لازم فيكساتور شي سكواش شي ماكياج باهي شغل حاجه باهيه ما دابيا شي فيكساتور باش نولي وجهي طاب زعما هي ماكياج وخلصت ورشيتو واش نقول لكم ياه نسقه كل رابيد تقول تتلاصق النورمال شغل رشيت يكون رابيد حرتيها في الماء ورشيتيها في وجهك وجهك يتلاصق هكاك والضربه عندك غاجس في التلاصق برك او شغل شتي الرشات هذوك النقاط كيديروا في وجهك هكاك شغل ينحيلك الفوندوتان وتبان منقطه كي الفهد هكاك سخايلو نهار الخطبه تاعي درت هكاك وصرات لي ديكا هذيك وليت على سواد سعدي في الدقيقه الاخرى مسح باللانجات وعاودت كلش من دار جديد منه وجهي راح فيها مثبت هذا الهم تاع فارماسي على بالي فارمازي بصح انا نقولها فارماسي هكا انتقام من مينا يعني من وخدا دوت كوم ايه من بالي في بها فارماسي هذه هذا ثاني دي سولفو هذا الوخدا وخدا دوت كوم هذا كاريطه هذا شتي كي نحط في القطن هاني نحط ملي ما فهمتش علاه ينشف في القطن ينشف يولي ما كانش فيه برودوي ما ينحيش نبقى نحك ما ينحي ما يندب ما يسود هذا 25000 هذا سمحولي هذا بدن يعني كنت نفكر نجيب وهذا هو الوخطان دوت كوم هذا نيميرو 1 بالنسبه ليا منها وخد لي عمر هذاك نتاعو شي 80000 بلاك يعني رزقها كل رابيد بكل صراحه كي تجربي روحي وجربي وشوفي خليها هكا شويه نشوف واش في يدك فاس ولي هادي جاني كيمسيس وبركا كي بدا يشيح رزقها حرفي بون نورمال هذا مكان واذا عجبكم هاد لو فيديو ديروا له جيم فوالا و لو كان مش مابونيين انضموا الى قناتي ديروا ابوني وتكاو على الجرس هذاك الجريس يلي حدا ابوني اشتراك هذاك تكاي ليه هكا باك المره الجايه نحط فيديو يخرج اشعار باللي المونا اي حطت فيديو هذا مكان حبوباتي وتعيشوا لي يعطيكم الصحه بزاف 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 باي باي بيزوات